مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى الرابية للاستماع إلى البيان الصادر عن اجتماع تكتل التغيير والإصلاح يتلوه الوزير جبران باسيلة. إلى الكارثة الأكبر في تاريخه الحديث. أمام هذا الواقع يعي التكتل اليوم ضرورة طرح أفكار مترابطة واقعية ومنطقية آخذة بعين الاعتبار مصلحة لبنان العليا والهم الإنساني لشعب شقيق، ومتنبهة في نفس الوقت للمؤامرات الأمنية التي تحاك من خلفه. إن هذا الطرح يتضمن النقاط التالية: 1. وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية والصحية الطارئة التي تتطلب قراراً معللاً من وزيري الصحة والداخلية. 2. التنسيق مع الدولة السورية من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما في المناطق الآمنة في الأراضي السورية، مع أعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم لجهة أمن العائدين وحقوقهم. 3. مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم إمكانية أو شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية، مع تأمين وصول المساعدات الخارجية الإنسانية إليهم عبر لبنان. 4. العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة من أجل تأمين كل الحاجات الإنسانية الطارئة من جراء النزوح، وتمويل حالة النزوح القائمة بغية إنهائها، ومن أجل استضافة أعداد من النازحين في دول أخرى وإعادة أعداد أخرى إلى ديارهم أو إيوائهم في التجمعات المقترحة وفق الحالات المذكورة أعلاه. كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات السيادية اللبنانية، وتحت طائلة حصول كارثة إنسانية لن يكون لبنان مسؤولا عنها. 5. اعتماد سياسة توجيهية موحدة من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات بإحصاء النازحين في نطاقها، وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها، وإزالة أي بناء غير شرعي لهم سواء على الأملاك العامة أو الخاصة أو المشاعات، وضبط أي تحركات مشبوهة لهم على جميع المستويات ووقفها فورا، ومعالجة تفشي أي حالات صحية أو اجتماعية، والإفادة عن كل ذلك للجهات الرسمية المختصة. إن هذا الطرح قابل للتنفيذ في ظل الحكومة الحالية، ولا يتطلب قرارات حكومية استثنائية، بل جل ما يحتاجه سياسة وطنية واعية وحازمة يتبناها رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، وقرارات وزارية اعتيادية مرافقة لها. إنه حل لأزمة وطنية كبرى وقابل للتحقيق الفوري في حال توفر الوعي ووجدت الإرادة واتخذ القرار. وشكرا. إذا مشاهدينا، استمعنا إلى البيان الصادر عن اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، والذي طرح الواقع الضاغط من تواجد اللاجئين السوريين في لبنان. طرح التكتل أفكار مترابطة لمصلحة لبنان العليا، وهي وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين وضبط الحدود باستثناء الحالات الصحية الطارئة. 2. التنسيق مع الدولة السورية لإعادة المواطنين إلى مناطقهم الآمنة. 3. مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتأمن لهم الظروف العامة. 4. العمل مع الدول المانحة من أجل تأمين الاحتياجات العامة لهم. 5. اعتماد سياسة توجيهية موحدة ضمن إطار البلديات لضبط أي تحركات مشبوهة. هذا الطرح ختم الوزير باسيل قابل للتنفيذ ضمن الحكومة الحالية، وهو حل لأزمة وطنية كبرى. هذا كل شيء، إلى اللقاء.